بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المشاهدين ومتابعي قناة تيسير مرحبا بكم دائما على القناة ديالكم تيسير القناة اللي كتجيب لكم عروض في الفلاحة في الشقق في الأراضي في البقاع في الفيلات في المنازل فدائما نحاولوا جهد الإمكان نوجدوا لكم واحد العروض متميزة على هذه القناة ديال التيسير فمرحبا بكم متابعينا الكرام نتمنى أولا تكونوا بخير وعلى ألف خير جمهور والأصدقاء ديالكم اليوم العرض ديال اليوم جبنا لكم الإقليم الحاجب ف يعني ارض مساحه ديالها 8 هكتارات محفظه ومسجله كما كتشاهدوا الارض هي هذه التربه ديال الفلاحه يعني الداليه المغروسات يعني جميع البصله البطاطا الكهرباء متوفر كما كتشاهدوا البوطو كاين هو البوطو امامكم فالارض محفظه ومسجله كما كتشاهدوا فيها تقريبا هاد الزيتون فيها تقريبا واحد حوالي 3 هكتارات كلها مغروسه بالزيتون ما شاء الله شجره مباركه اللي كيعطي الغله فثمانية القطارات فيها ثلاثة القطارات تقريبا ثلاثة القطارات قل شي حاجة مغروسة بأشجار الزيتون فيها البير بعيد على القدرون ب 400 متر وتوفنا يعني صراحة العوامل ديال المشروع الفلاحي متوفرة في هذا العرض ديال هذه الأرض المحفظة والمسجلة قلنا لكم المساحة ديالها 8 هكتارات فكما كتشاهدوا الزيتون ما شاء الله طالع ما شاء الله يعني طالع بواحد الغله يعني كيعطي الغله ما شاء الله غله كبيره هذا الشجر كبير ما شاء الله ديال الزيتون المباركه الشجره المباركه ما شاء الله المذكوره في القران الكريم والباقي خاوي كما كتشاهدوا أرض من بسيطه زربيه كاين يعني أه بالنسبه للمستثمرين الفلاحين كيقلبوا على الطوق كيقلبوا على صراحه ممتازه والبير كذلك فيها في يعني اجي وخدم الارض ما تحتاج لا تحفر لا بير فالبير موجود أه الكهرباء موجوده فيها ثلاثه الكثارات تقريبا ثلاثه الكثار قل شي حاجه زيتون كتعطي الغله يعني ما شاء الله عرض ممتاز عرض زوين صراحه أه في اقليم الحاجب داخله ما شيء على أه الكودرون 400 متر فقط الزيتون أه كما كتشاهدو الارض ممتازه جدا فبالنسبه للمعلومات وبغى مزيد من المعلومات وكذلك بغى يدير الزياره ديال الارض فيتواصل مع القناه ديال التيسير على الرقم ديالنا 076 96 48 -84, 84 اعيد 076 96 48 84 هذا هو الرقم المعتمد الوحيد ديال القناه ديال التيسير فمرحبا بكم متابعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء اذا كما كتشاهدوا الزيتون ما شاء الله كبير و يعني اليني آه مسطر مزيان هذاك الشيء مغروس بواحد يعني بتقنيات مغروس كاين لي سباس بين الخطوط ديال الاشجار يعني ما شاء الله يعني آه الفلاح المغربي ما شاء الله كيراعي التقنيات الحديثه ديال ديال الفلاحه ما شاء الله والزيتون ما شاء الله طالع كبير ما شاء الله كما كتشاهدوا فالغله ما شاء الله كيعطي غله مهمه جدا تقريبا ثلاثه الكتر غله شي حاجه مهم ديال مغروسه ب 10 اما الباقي تقريبا خمسه ديال القطارات خاويه أه بالنسبه للثمن ديال هاد الارض اللي المساحه ديالها 8 القطارات الثمن ديالها 40 مليون وقابله للنقاش يعني الثمن قابل للتفاهم والتفاوض أه بين المشتري والبائع مباشره كما كتشاهدوا ما شاء الله ارض زوينه في اقليم الحاجب أه منطقه معروفه بالمياه الجوفيه فالارض فيها بير دائما كنجيب لكم العروض اللي ممتازه وكنحاولوا نجيب لكم العروض المتميزه جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على قناه تيسير وبالمناسبه كنشكركم على الملاحظات ديالكم على التفاعل ديالكم على حتى اي ملاحظه كانت يعني كتصبو الى تطوير هذه القناه فمرحبا بها مشاهدينا ومتابعينا الكرام اللي كنشكركم على التتبع ديالكم على المشاهده ديالكم لهذه القناه ديال تيسير بدورنا كنحاولوا نجيب لكم العروض المتميزه للتذكير في هذا العرض نذكركم بهذا العرض تمية القطارات فيها الكهرباء فيها البير داخلة تقريبا على القدرون ب 400 متر فقط تقريبا ما بعيدة شيء على القدرون فيها ثلاثة قطارات تقريبا قل شي حاجة زيتون أشجار الزيتون كبيرة ما شاء الله كتعطي الغلة وبالنسبة للمنطقة الإقليم الحاجب وبالنسبة للثمن 40 مليون قابل للتفاهم أي قابل للنقاش اذا مشاهدي ومتابعي قناه تيسير الى عرض جديد ان شاء الله ودائما العروض متواصله على قناه تيسير فالمشاهدين الجداد اللي القناه ديال تيسير ديروا الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد والف مرحبا بكم احنا دائما نسعى الى تطوير هذه القناه دائما وان شاء الله يكون عروض متميزه ان شاء الله وعروض متنوعه وكذلك فيديوهات متنوعه ومحتويات متنوعه لا علاقه بالفلاحه علاقه بالعقار بالبناء بامور اخرى اذا متابعينا الكرام دائما نتمنى لكم كل الخير وكل الخير دمتم في رعايه الرحمن والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته